السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. يومكم سعادة وهنا، ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما ومش ناقصين ومكملين. كل سنة وانتم طيبين في حلويات المولد النبوي الشريف. يا رب كده يعيدوا علينا وعلى المسلمين في جميع انحاء العالم بالخير واليمن والبركات بإذن الله. النهاردة معانا وصفات سهلة جدا جدا. أول وصفة معانا، بس قبل ما نقول وصفاتنا تعالوا نفتكر أرقامنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها طول الحلقة. من أي تليفون أرضي على 09917، والموبايل هيكون على 1710 وفي انتظار مكالماتكم. بينا بقى نشوف أول وصفاتنا النهاردة. هنعمل مع بعض مربى جوز الهند، من الحاجات اللذيذة جدا اللي بتدوب في البق كده وتبقى حلوة قوي، لما بنلاقيها في العلبة بنبقى فرحانين جدا. تعالوا بينا نقول مقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا نص كيلو من السكر، هنحتاج له 200 جرام من عسل الجلوكوز، 350 جرام من جوز الهند الناعمة، نص كوباية من الفستق المجروش، تقدري تبدلي بأي نوع مكسرات بتحبيه، كوباية زبيب، وعندنا كمان نص كوباية مية. بس كده المقادير سهلة وبسيطة جدا، ويلا بينا على طول علشان نشتغل. هاخد السكر واخد المية واحطهم على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. هحط كمان عليهم عسل الجلوكوز، وزي ما انتوا واخدين بالكم في المقادير كده مفيش ليمون، وده مطلوب هنا، يعني محدش يقول ان احنا نسينا الليمون في الوصفه ولا حاجه، هو الليمون مش هيتحط. احنا محتاجين السكر يرجع يتبلور تاني بس مع جوز الهند. تمام، بسم الله. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ حطينا العسل، عسل الجلوكوز، حطينا السكر، حطينا كمان الميه، ونقلب بالراحة خالص عشان ما نجيبش السكر على جوانب الحلة. بسم الله. هنسيب الخليط يبتدي يفك كده ويدوب مع بعضه ويبدأ يتسبك. تمام جدا. تعالوا بينا بقى ايه على بال ما العسل يبتدي بقى يدوب ويتسبك مع بعضه كويس قبل ما ابتدي اضيف بقيه الاضافات، تعالوا نعمل ايه؟ تعالوا نعمل الشكلمه ونقول المقادير بتاعتها. عندنا مقادير الشكلمه، يلا بينا بقى. كوبايتين من جوز الهند الناعمه، 3 ارباع كوبايه سكر بودر، 6 معالق كبار من الحليب البودر، معلقه كبيره من الزبده السايحه، 2 ابيض بيض، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، معلقه كبيره من دقيق السيمولينا، ورشه صغيره، يعني حوالي نص معلقه رشه صغيره ملح، وحوالي نص معلقه صغيره من البيكنج بودر. زي الفل. يلا بينا بقى علشان خالص يلا بينا علشان نشتغل في الشكلمه. احنا كده بدأنا في مربى جوز الهند، بس حاطين العسل بقى عشان يتسبك. حاجة مهمة جدا في استخدام جوز الهند في الحلويات أو حلويات المولد أو في أي حاجة بندخلها فيها، ضروري تاخدي بالك منها هي فريش ولا لأ، لأنها بتغير طعم الحاجة تماما. اهم حاجه في الموضوع ان ريحتها تبقى طالعه كده، ريحتها حلوه. لونها مهم جدا، لونها لازم يكون ابيض فاتح، ما تكونش غامقه. الغامقه دي بتبقى قديمه، ما بتبقاش بتاعه السنه دي، وبالتالي احيانا بتبقى طعمها فيه طعم غريب شويه، وده مش عايزينه طبعا عشان ما نفقدش طعم الحاجه اللي احنا عاملينها. تمام. يبقى تنقيه جوز الهند شيء اساسي معانا، لازم تكون فريش وطازه علشان ناخد نتيجه حلوه. وتعالوا بينا يلا نعجنها بقى مع بعض. بسم الله. نجيب مضرب يدوي عادي جدا. الجلافزات يا جماعه مفيش، وما ننساش ان احنا حاطين السيرب او العسل على النار علشان يتسبك مع بعضه. تعالوا بينا يلا نبدأ بقى نحط ايه، بياض البيض.
ومع الفانيليا. هنضربهم كويس قوي. نحط ذرة ملح بسيطة خالص على طرف المعلقة. ومعانا علي. ألو. ألو. أهلا علي، إزيك؟ الحمد لله. شوف بقى، حد معايا؟ ايوه اتفضل. انا بحبك جدا والله العظيم، وانت انا بحبك. ربنا يعزك يا رب. عندك كام سنه يا علي؟ انا عندي 16. ما شاء الله. انت اتصلت بينا قبل كده؟ نعم. اتصلت بينا في البرنامج قبل كده؟ لا والله اول مره. والله مشرفنا يا علي. رحت فين؟ حاولت تتصل بينا تاني يا علي. نورتنا. تعالوا بينا يلا نحط السكر. وادي الزبده. بسم الله. وبينا بقى علشان نحط كل المواد الجافه. عندنا ايه؟ دقيق السيمولينا وجوز الهند. يلا بينا. واللبن البودر. بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقنا ان الجوز الهند لازم تكون فريش، لونها ابيض فاتح، ريحتها طازه وريحتها حلوه علشان ناخد نتيجه هايله. حطينا البيكنج باودر وادي المعلقتين السيمولينا. وابتدي بقى الم المكونات مع بعض. موضوع بسيط سهل، مكونات موجوده ان شاء الله في البيت، نقوم نعملها بقى على طول. خلاص بدأت المكونات تتجانس مع بعض تمام التمام، هو ده المطلوب. ويلا بينا بقى نجيب صينية فرن علشان نبدأ نشكل. دهنة خفيفة بالزيت في الصينية، وما ننساش ان احنا حاطين العسل على النار علشان مربى جوز الهند. ههدي عليه بقى اول ما يبدا كده يغلي، هدي بقى علشان يستوي ويتسبك على راحته. تمام، هديت عليه النار. وهنسيبه شويه. وتعالوا بينا يلا ناخد الزيت ونحط معلقه بسيطه. ومعانا ايتن. الو. ازيك يا فاطمه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ايتن، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، انا بحبك قوي. ميرسي يا روح قلبي، تسلمي لي، منوراني. خير؟ في مشكله في التليفونات ولا ايه؟ نورتينا يا ايتن. يلا بينا. عندنا لوز تمام نقدر نحشي بيه، ممكن نعمل الشكلمه ساده خالص من غير حاجه. احنا نشيل الحاجه دي كلها من هنا خالص. ويلا بينا علشان نبدا نكور الشكلمه. ممكن نحشيها بندق، نحشيها فستق، نحشيها لوز، زي ما انتوا عايزين. بسم الله. ناخد جزء كده وابتدي اخد واحده لوزه واحطها جواها ونكورها. تمام اهو. يلا ونحط بقى. ويلا نعمل تاني. ها ايدي جزء كده ونحط فيه لوز. اه تمام. ونقفل عليها بالشكل ده ونرص. طبعا الشربات على النار او العسل على النار بيتسبك. تمام، حلو جدا جدا، مخليين النار هادية خالص وده المطلوب. شايفين الرغاوي البيضه اللي طالعه دي؟ احنا كده زي الفل. وبعدين مش عايزينه يلون خالص، هو ابيض زي ما هو. هشكل بس شويه في الشكلمه كده ونظبط مربى جوز الهند.
خليها قبل فوق شويه عشان تبقى عاليه معاكي كده. ومعانا ام شيماء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ام شيماء، عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله والله بخير، الحمد لله. تسلم ايديك على كل اللي بتعمليه والله. يا روح قلبي، كلك ذوق. وهتتكلمي الحكايه دي انا كنت مستنياها بجد. طب يلا، الف هنا وشفا مقدمه. الله يخليك، بس لو سمحت بنزل المقادير تاني عشان ما لحقتش نكتبها كلها. عيوني، حاضر، يلا ننزلها لام شيماء. المقادير سهله وبسيطه خالص، حالا هننزلها لك. استاذ مصطفى يلا نزل لنا المقادير. بصوا احنا كده هايل جدا جدا اهو. يا ريت شكلمه تاني. اهي المقادير على الهوا، هتنزل لكم دلوقتي عشان اللي حابب يصورها او يكتبها. هي سهله وبسيطه حتى في عمايلها، ولا اسهل من كده. اهي نزلت. طيب الشكلمة بعد ما بنخلصها بتستوي في الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، يكون طبعا الفرن سخن من قبليها، تحتاجش حاجة، مفيش حاجة عايزة تستوي قوي يعني، ففي ثواني هتكون اتعملت. هكتفي بتشكيل دول، وتعالوا نرجع بقى لمربة جوزة الهند. تمام، هاخد بقى جوزة الهند. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده خلاص خلصنا، هطفي بقى واشيل الحلة بتاعتي من على النار تماما بالشكل ده. خلاص اتسبك السيرب كويس جدا جدا، هننزل بجوزة الهند. بسم الله. ومعانا كمان الزبيب والفستق، هنضيفهم. ونخلي شوية للوش ونقلب. في اسهل من كده ولا اسهل من كده؟ عايزه اقول لكم ريحه الجوز الهند علشان طازه، ريحتها بجد في منتهى الجمال. يبقى احنا سبكنا السيرب بتاعنا كويس قوي، لما غلي هدينا النار وسبناه على نار هاديه من ربع ساعه ل 20 دقيقه على نار هاديه خالص. وبعد كده رفعناه من على النار، ضفنا عليه جوز الهند، وضفنا كمان المكسرات اللي احنا حابين نحطها، قلبنا كويس قوي. دلوقتي هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نجيب يا بايركس يا اما صاج، اي حاجه تتحمل طبعا الحراره عشان لسه سخن. انا هرفع من هنا، يلا بينا. طيب نعبي بس ال كده. تمام، اتاكد بس ان كله اتقلب مع بعضه. تمام، حلو قوي. وهدهن دهنه بسيطه خالص من الزيت علشان المربى ما تلزقش في الصينيه. بس كده، ووزعها بالفرشه، وانزل الخليط بقى، وابتدي ابططه واخليه متساوي علشان لما نيجي نقطعها تبقى كلها قد بعضها. بسم الله. حلو جدا، نجيب كده سباتيولا او معلقه نحطها في الزيت علشان تبقى ملسه وما تلزقش. بسم الله. في بولت زيت يا جماعه، هو الافضل بقى احط شويه زيت كده، هيبقى اسهل لي. نحطها فيه كده عشان تبقى ملسه وما تلزقش فيها خالص المربى. بصوا حتى هتديها لمعه لطيفه جدا. دي اختهم. حط حته هنا. هي تحفه خالص يعني، وهي سخنه كده لذيذه جدا.
خلاص خلصناها، سوينا الدنيا كويس قوي بالشكل ده. بنسيبها بقى قد ايه؟ نسيبها حوالي 6 ساعات تبرد تماما في الجو الطبيعي بتاعنا ده، مش محتاجه تلاجه ولا حاجه. هنسيبها تبرد عشان لما تبرد نعرف نقطعها ونقدمها بشكل كويس. زي الفل، خلصنا خلاص كده مربة جوز الهند، وكان عندنا شويه من الفستق نحطهم على الوش. نبتدي اضغطهم ونطلع بقى ايه فاصل صغير خالص. الفاصل ده هكمل فيه شكلمة علشان ادخلها الفرن، اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، خلاص فاضل لي 2 اخلص الشكلمه بتاعتي علشان ادخلها الفرن، وهنبدا مع بعض نعمل بقى الملبن. هنعمل الملبن من الالف للياء. كل الناس بتفتكر ان الملبن من الحاجات الصعبه، هو مش صعب خالص، مقاديره سهله كمان، مكوناته بسيطه. هي التكايه في ايه؟ في التكنيك بتاعه او الشغل بتاعه بس، اكتر من كده مش عايزين. تقدري تعملي كميه ملبن حلوه جدا تستخدميها في حشو المعجنات، الكحك، الكلام ده كله. تعملي بيها بقى كل انواع الملبن اللي انت عايزاه بطريقه ولا اسهل من كده، وصدقوني نتيجه روعه جدا جدا. ندخل بس الشكلمه بتاعتنا كده الفرن، يلا بينا. خلاص خلصنا الصاج، يلا بسم الله الرحمن الرحيم على الرف الوسطاني على درجه حراره 200 ويلا نقول بقى مع بعض مقادير الملبن. ومقاديرنا هتكون عبارة عن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 3/4 كوباية سكر، تمام، 3/4 مية، يبقى السكر قد المية. 3/4 كيلو سكر، 3/4 لتر مية او 750 ملي من المية، كوباية ومعلقة كبيرة نشا، 100 جرام عسل جلوكوز. هنحتاج كمان 25 جرام من الجيلاتين الباودر، ربع معلقة صغيرة فانيليا سايلة، ورشة من ملح الليمون، يعني ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وما تكتريش عشان ما يمررش. مقادير بسيطة جدا، يلا بينا بقى علشان نشتغل على طول. المية فين يا شباب؟ أو الجار فين وأنا ملاه؟ لا أنا عايزاه الجار عشان أعاير. تعالوا بينا يلا ناخد السكر وحاطين الحلة على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي السكر؟ 750 جرام من السكر، كيلو الا ربع يعني. وعندنا 750 ملي من المية. هعمل ايه؟ هاخد نصهم بالظبط، يعني حوالي كده ايه 350-400 ملي من المية، واسيب الباقي عشان اقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. انا عندي بس هنا الايه ملبن في الخطوة الأخيرة بتاعته عشان تشوفوه بقى شكله عامل ازاي، وحطاه على النار. بصوا معايا الملبن لساله شوية علشان يوصل للشفافية اللي أنا عايزاها واللون الذهبي الفاتح اللي أنا عايزاه. انتوا معايرين المية؟ طب متأكدين منها؟ الشيف اللي حاطط، طب تمام. هنحط نص المقدار، يعني احنا معانا 750 ملي من المية، حطينا نصهم على السكر، احط كمان معاهم العسل الجلوكوز، ونجيب معلقة خشب بقى تكون كده متينة علشان نعرف نقلب بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا حطينا مقدار السكر، نص مقدار المية، وحطينا كمان عسل الجلوكوز، ونقلب وبالراحة، مش عايزين السكر يطلع على جدار الحلة.
تمام بالشكل ده. طيب معانا نص مقدار الميه، تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه. زي ما قلنا عندنا رشه بسيطه خالص من ملح الليمون، يعني حوالي كده ربع معلقه على طرف المعلقه، بحط عليها حوالي معلقتين من الميه. تمام، وهسيبه علشان ادوبه. هنا عندنا 25 جرام من الجيلاتين الباودر، هحط عليه شويه ميه حوالي نص كوبايه كده، وباقي الميه هحط فيها النشا وادوبه. تمام، يبقى احنا عملنا ايه؟ حطينا السكر الجلوكوز، السكر وعسل الجلوكوز، وحطينا نص كميه الميه. النص الثاني حطينا منه معلقتين على ملح الليمون، حطينا منه حوالي نص كوبايه على الجيلاتين الباودر، وباقي النشا هاخده احطه بقى في الميه دي علشان ادوبه. حلو كده. ويلا نكلم منى. الو يا منى. الو، ايوه مدام فاطمه، عندي اهلا يا روحي، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ وحشاني جدا، بحبك فوق ما تتخيلي يا روح قلبي. تسلمي لي، كلك ذوق. والله انا المهم اسمها رنا ونور من اسكندريه. اهلا بيكي يا روح قلبي، بحبك فوق ما تتخيلي. اهلا بيكي وكل اهل اسكندريه حبايب قلبي، والله بحبكم كلكم جدا جدا والله يا شيف فاطمه، وبشكر مجهودك ووقفتك وكل حاجه فيكي ما شاء الله. تسلمي لي يا روحي، ده من ذوقك والله العظيم. الله يخليك، ربنا يخليك. تسلمي لي ومنوراني، ربنا يعزك يا رب. وإياك يا روح قلبي، وإياك يا قلبي، وإياك يا منى، نورتيني حبيبة قلبي والله. طيب إحنا كده شغالين، هو في مشكلة في مش شغال ولا إيه؟ ولا أنا بيتهيألي؟ طيب إحنا كده حاطين إيه؟ حاطين العسل الجلوكوز، وحاطين السكر، حاطين نص كمية المية على النار علشان يبدأوا إن هما يتسبكوا، وبالراحة نقلب، مش عايزين السكر يطلع فوق في جدار الحلة. الناحية التانية أنا عندي الملبن، بس ده في الخطوة اللي هوريها لكم بعد كده. بصوا من وقت للتاني لازم نقلب فيه لغاية ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه، هقول لكم عليه بعد ما نرجع من الفاصل. فاصل صغير خالص وراجعين على طول، ما تنسوش ان احنا عملنا مربى جوز الهند، وكمان معانا الشكلمه في الفرن، وهتروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني، بينا بقى مكملين مع بعض الملبن. كنا حطينا السكر، عسل الجلوكوز، وحطينا نص كمية المية. تمام، يلا بينا بقى دلوقتي ننزل النشا اللي احنا دوبناها بعد ما خدنا مية لملح الليمون حوالي معلقتين، وخدنا حوالي نص كوباية مية للجيلاتين، وبقية المية حطينا فيها مقدار النشا وهننزل بيه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشا يعني تقليب مستمر على طول على طول على طول علشان ما يكتلش معايا بالشكل ده. هايل. جه الوقت بقى اللي اهدي النار تماما تماما، واسيب بقى الخليط على نار هاديه علشان يبدا يستوي معايا. احط دلوقتي ملح الليمون، احط كمان الجيلاتين اللي احنا دوبناه في ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبه الاول. خلي النار هاديه خالص، وتعالوا هندوب بس النشا كده في الميه اللي احنا حطيناها، هتلاقيه تشرب الميه، وده المطلوب طبعا اهو. زي ما قلنا الملبن سهل، مكوناته بسيطة جدا، هو بس محتاج انك انت تتعاملي معاه بحرص شوية. تقليب بقى مستمر، وبيقعد على النار فترة كبيرة، لاننا زي ما شفتوا كده بنهدي النار تماما تماما، ونسيبه بقى على نار هادية علشان يستوي ويتحول. بصوا بقى هنا اللون، اللون فاتح، تمام، اللون مش شفاف بالشكل ده، مبيض كده. بصوا هنا بقى بعد ما بيستوي، انا كده محطوط على النار بس على النار هاديه خالص، بصوا اللون بيتحول ازاي من لون ابيض للون مصفر شويه مع شفافيه بالشكل ده، وهو ده المطلوب.
هو لسه كمان عايز وقت اكتر. وتعالوا يلا نضيف الجيلاتين البودر على خليط الملبن. حاولي بقى تقلبي كويس جدا وعلى طول من وقت للتاني، ما تسيبوش فتره عشان ما يلسعش معاكي ويتحول اللون يبقى غامق، يتحول الطعم يبقى شايط مش حلو، فعلى طول تقليب مستمر. تمام، ده بعد حوالي ساعة من التقليب على نار هادية خالص خالص هيتحول بقى معاكي من الشكل ده للشكل ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. بسم الله اهو، بصوا بقى القوام اختلف جدا، بصوا بقى عامل ازاي، هو ده المطلوب. بصوا تقل في شفافية في الخليط نفسه، بقى شفاف اكتر، بقى لونه مدي على ذهبي فاتح خالص كده، هو ده المطلوب. وزي ما انتم شايفين برضو بنقلبه على طول من وقت للتاني، عشان احنا لو سبناه على النار من غير تقليب هيلدع مننا او هيشيط مننا. هبتدي بقى اشيله من على النار خالص. طيب عايزين نعمل الملبن الحبل وعايزين نعمل الملبن العادي اللي هو بيبقى مفرود وقطع مكعبات كده، كيوبس كده، بتبقى محشيه سواء بندق بقى، مكسرات، ساده، زي ما انتوا عايزين، مرشوش على وشها سكر، ده بقى براحتكم جدا. تقدري كمان تلوني الملبن بالوان اللي هي اللون الاحمر الجل، وتحطي البندق علشان تاخدي الدوميه اللي هي بتبقى لونها احمر دي هنا، ده اساس الملبن، تتصرفي فيه بقى زي ما انت عايزه. تحفه اهو، تقدري تعملي بيه كل انواع الملبن اللي انت بتحبيها. طيب هنا عندنا عين الجمل، بصوا لضمناها ولضمها سهل جدا، بنجيب دوباره، عندنا الدوباره والابره، كلنا عارفين طبعا الدوباره والابره بتاعتها الكبيره، وناخد عين الجمل. تعالوا بينا، بسم الله، ومعانا ام احمد. الو الو. ايوه ده فاطمه، اهلا وسهلا، ازيك، عامله ايه؟ انا الحمد لله، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله، روح قلبي منوراني. انا بحبك جدا جدا والله. بحبكوا اكتر والله، تسلموا لي يا رب. إيه كانت حفيدتي عايزه اكلمك. اسمها ايه؟ الو. الو نوران. يا نوران ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله يا روحي. انت في سنه كام قولي لي؟ سنه 5. منوراني يا قلبي. منورانا يا نوران. ميرسي. ميرسي يا روحي، تسلمي لي. نورتوني. بصوا بقى بالشكل ده، انا كنت عايزه اوريكم بس ان الموضوع سهل جدا، انك انت تلضمي العين الجمل في الدباره بالشكل ده، سهل جدا، وبنقطعها بقى تمام، وبتبقى معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. بعمل ايه؟ بصوا بنزلها في الحاجه اللي انا عامله فيها، سواء بقى الوك ولا الحله او الصينيه، وابتدي اغطس بقى بالملبن بالشكل ده. بصوا هنعلقه على ايه؟ بصوا اهو، شايفين؟ خلاص اتغطى تماما بالملبن، وكده الملبن زي ما انتم شايفين قوامه هايل جدا جدا. ببتدي اعلقه على اي حاجه بقى، عارفين الستاند بتاع المعالق بتاعتنا في المطبخ؟ فين؟ لا مش هنبهدله دلوقتي. على ستاند المعالق تمام، وابتدي اربط الفتله دي او الدباره دي على الستاند وطبق تحتيه علشان يسقط معايا اي ملبن زياده اهو. ولا اسهل من كده ولا ابسط من كده، في ثواني اتعمل ملبن نظيف طازه انت عاملاه بايديكي، وما بياخدش والله العظيم مجهود خالص. وعايزه اقول لكم على حاجه، يعني في ناس كتير مثلا في حلاوه المولد ما بتحبش غير مثلا الملبن ده، او ما بتحبش غير المكسرات اللي هي زي نقول عليها العلف، اللي هي سمسميه وحمصيه فوليه فستقيه الحاجات دي. فعلشان كده احنا بنعمل لكم الحلويات دي، علشان اللي بيحب صنف ما يضطرش انه يروح يشتري مثلا علبه او يشتريه من بره بسعر اعلى، مش هيكلفك زي ما هيكلفك بقى يعني في البيت، هيكلفك تكلفة أقل، بس طبعا على حسب الكميات اللي انت هتعمليها، خاصة لو انت محتاجة صنف أو اتنين، فمش محتاجة تشتري العلبة كلها علشان تاخدي الحاجة اللي انت عايزاها، واللي مش عايزاها في الآخر بتترمي وبتتهدر. تمام؟
يعني عن نفسي مثلا بحب ملبن الحبل جدا جدا، بعشقه، فبعمله بقى من وقت للتاني كده، حتى مش لازم يكون اثناء الموسم يعني، بنعمله في البيت، ما بياخدش مننا وقت، وبنعمل كميه كبيره. كمان بتبقى في حاجه مهمه جدا، ان المكسرات اللي انا حطاها فيه بتبقى مضمونه 10 على 10، جايبه حاجه طازه نظيفه، لا في حاجه بايته من سنه ولا قديمه ومعطنه الكلام ده كله، فببقى متاكده من الحاجه ونظافتها 100%. احنا كده زي الفل. المفروض دلوقتي ان انا هعلق زي ما قلنا الحبل بتاع عين الجمل والملبن، بعلقه مش اقل من 6 ساعات، ولو عملتيه بالليل يبقى الصبح معاكي جاهز وزي الفل، خلاص بنخلصه بيكون مسك ونشف تماما، وبعد كده على طول بتحطيه في نشا، بتقلبيه في النشا كده علشان خلاص ما يبقاش ملزق من على الوش. انا بقى مضطره ان انا اعمل ايه عشان مش ما عنديش حاجه دلوقتي اعلق عليها، احطه في الطبق بس. احنا عندنا نشا يا جماعه. طيب تمام، انا بس هثبته كده لغايه ما اجيب طبق. بسم الله، وهحط شويه نشا كده بس علشان ايه ما يلزقش في البايركس اهو. هي ميزه التعليق حاجه واحده بس، ان هو بيصفي الملبن الزياده مش اكتر من كده، وبما ان الملبن بتاعنا مستوي 10 على 10 فهو ايه مش هيصفي كتير. تعالوا بينا يلا احطه في النشا بس كده زي الفل. هايل. سيبيه بقى يبرد زي ما قلنا بتاع 6 ساعات من بالليل للصبح، وبعد كده دحرجيه في النشا، هيبقى معاكي 10 على 10. ده الملبن الحبل. عندنا بقى زي ما قلنا الملبن اللي هو بيتفرد في الصينيه. تعالوا ناخد البايركس كده، والبايركس ده هندهنه دهنه خفيفه بالزيت. عايزه اقول لكم ان هو بعد ما بيبرد هتطلعي الملبن قرص على بعضه كده متماسك ولازق في بعضه، بيبقى روعه. يبقى دهنه من الزيت. ما ننساش اخيرا ما ننساش الملبن اللي عنار من وقت للتاني، نقلبه علشان ما يلسعش زي ما قلنا اهو. استند زي كده عشان برضو تبقى الفكره وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو كده، وهحط انا هحط الاستند هنا كمان عشان لو حاجه وقعت تقع في البايركس، وبعلقه واسيبه بقى ايه لغايه 6 ساعات او من بالليل للصبح، ينزل الزياده بتاعته اللي موجوده فيه، وبعد كده خلاص بيبقى جامد ونشف والدنيا تمام. هقلبه في النشا وهيبقى جاهز معانا للاكل وزي الفل. نرجع تاني للملبن بتاعنا، دهنا بايركس بالزيت والجوانب ما تنسيش عشان ما تلزقش فيها. عندنا بقى ايه بندق امصاص متحمص وطازه، دي اهم حاجه. هبتدي احط شويه كده واقلب. عايزاه لونه احمر هتحطي لون احمر جل، عايزاه ابيض مفيش مشكله اللي انت عايزاه. ميزه بقى ان احنا بنعمل حاجه في البيت بنتوصى بقى بالمكسرات بتاعتنا، وكل واحد على حسب الحاجه اللي بيحبها. هفضي زي الفل. خلصنا. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب معلقه او سباتولا وابتدي ادهنها بالزيت وابطط بيها وافرد بيها ايه الملبن. فين الزيت؟ خدوه؟ خدوه صح؟ لا موجود. دهنة كده، منها ان انا بعرف افرد الملبن، ومنها كمان ان انا بلمع وشه اهو. ملاحظين لون الملبن معانا عامل ازاي؟ لونه جميل جدا، ذهبي فاتح وشفاف. ومعانا بطة. الو يا بطة. الو. اهلا اهلا. عاملة ايه؟ انا تمام الحمد لله، انت اخبارك؟ الحمد لله كله حلو؟ تمام تمام يا روح قلبي، وانا بحبك كتير. ميرسي يا روحي من ذوقك، انا بحبكوا اكتر والله، تسلمولي. ربنا يخليكي. خليكوا ليا يا رب. معلش بس عايزه طريقه
الفول بس السوداني. حاضر عيوني هنزل لك المقادير. تمام لا لا مش للدرجه دي. بس بصوا بقى كده الجمال اهو، الملبن اتعمل زي الفل. تمام هنسيبه بقى ايه يبرد تماما تماما، برضو سيبيه 6 ساعات، سيبيه من بالليل للصبح هيبقى جاهز معاكي انك انت تقطعيه. احنا معانا نسخه اهو. طيب بصوا كده، ادي الملبن اهو مرشوش على وشه نشا. تمام انا بحب احط مع النشا جوز الهند، فممكن ننظف الكلام ده كله تمام. فين السكينه بتاعتنا؟ لا مش موجوده. مش موجوده السكينه الجديده. ناخد القديمه. يلا بينا بقى نقطع الملبن. بصوا عايزه اقول لكم ان هو بيبقى متماسك مع ان ده لسه معمول ما بقالوش 2 3 ساعات. تمام بس بيبقى متماسك ماسك كله مع بعضه ازاي، لو سبتيه بقى من بالليل للصبح بيبقى تحفه ومن غير ثلاجه من غير اي حاجه. يلا بينا نقطع. قطعي بقى كيوبس كده ايه تكون محندقه شويه علشان اللي ياخد قطعه يخلصها ما يفضلكيش حته منها. عملنا بالعرض، نقطع بالطول. ومعانا ام ياسين. الو الو. ايوه ازيك يا ام ياسين، عامله ايه؟ ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا اهلا، اخبارك؟ والله ياسين لما حضرتك بتطلعي على التلفزيون بقولي الحي يا ماما يا شيف فاطمه. ايه حبايبي. ربنا يبارك لك فيه يا روح قلبي. ربنا يخليك يا شيف فاطمه. انت تسلمي روحي. رحتي فين؟ نورتيني يا ام ياسين. تعالوا بينا بقى، بصوا هاخد كده المربع اهو تمام في جوزة الهند كده ونبتدي نرص. شايفين ولا اسهل ولا احلى من كده؟ طيب ما تيجوا بينا بقى نعمل النوجة على السريع كده بسرعة، نقول مقادير النوجة. يلا عندنا ايه، احنا نبقى نكمل الموضوع ده في الفصل. عندنا ليه يا فين النوجة، 1.5 كوباية من السكر. تمام حط بس كده حلة على النار عشان نشتغل. 1.5 كوباية من السكر، عندنا 1 كوباية من المية، 1.5 كوباية من المية وعصير 1/2 ليمونة، معلقة كبيرة من الحبهان البودر، ده اللي بيحب طعم الحبهان، لو مش بتحبيه ممكن ترفعيه. تمام عندنا كمان سوداني مجروش وتلت كوباية نشا و3 كوبايات لبن باودر. زي ما انتم شايفين كده المقادير ايه، بسيطة جدا وعندك في البيت ان شاء الله تخلصي الحلقة وتعمليها. النوجة من الحلويات اللي الولاد بيعشقوها وبياكلوها، مش لازم يكون في الموسم يعني وكده، فنعملها لهم على طول ان شاء الله. يلا ناخد. طب خلي الحبهان معلقة صغيرة يا ريهام مش كبيرة. هنحط كده السكر، علي بس النار. تمام هحط السكر والمية، هحطها واسيب، احط كوباية واسيب نص. تمام ادي كوباية وادي النص. النص ده هنعمل فيه ايه؟ هحط فيه النشا. خلاص يبقى احنا عملنا ايه، حطينا السكر 1.5 كوباية سكر، حطينا 1 كوباية مية، وسبنا 0.5 كوباية المية قلبنا فيها او هنقلب فيها 3 كوباية النشا. هنستنى السكر مع المية يدوبوا كويس جدا قبل ما ابتدي احط عصير الليمون، وهنقلب برضو على نار عالية في البداية وبعد كده نبقى نهدي عليها النار. يبقى احنا معانا كده ايه، السكر 1.5 كوباية مية على النار، هسيبهم بقى يبتدوا يدوبوا خالص خالص، واول ما تلاقي السكر داب ابتدي تضيفي عصير الليمون.
افكر انقل علشان نسرع الدنيا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وانتي بتقلبي تمام حاولي ما تطلعيش حبيبات السكر على الحله من فوق، ضروري جدا عشان ما يرجعش يسكر معانا تاني. وما تضيفيش الليمون غير لما السكر يدوب، ضروري برضو. تعرفين ان السكر بيعوق شويه نقول ايه سرعه امتصاص الميه للسكر او ذوبان السكر في الميه. نحط بقى الليمون، خلاص السكر داب خالص اهو، احط الليمون واسيب الكلام ده بقى ايه يبتدي يتسبك مع بعضه كويس جدا، حوالي كده ايه نقول 7 دقايق 8 دقايق يتسبك على النار. تعالوا بينا بقى ايه نطلع فاصل صغير خالص، نرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، تعالوا بينا بسرعه بقى، خلاص العسل اتسبك تماما. احط بقى الحبهان زي ما قلنا كده، رشه صغيره بس بتدي ريحه وطعم حلو قوي. احط ماء الورد او الفانيليا زي ما انتم عايزين. وهنا عندنا النشا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقليب متواصل بالشكل ده. انا هديت النار طبعا زي ما قلنا في الاول بيغلي، وبعد كده بنهدي النار ونتعامل بقى على نار هاديه. حطينا النشا، الدنيا تمام. عايزين نقول لفاتن معانا هنا في القناه الاكسسوار بتاعتنا، عقبال مليون سنه يا رب كده في سعاده وهنا ان شاء الله، ودايما منورانا وبتجيب لنا كل اللي ضايع مننا. كل سنه وانت طيبه يا فاتن. خلاص كده الدنيا تمام، النشا استوى، الدنيا كلها ظبطت، حطينا كل ما قدرنا. يلا بينا بقى هنرفع الكلام ده كله، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المفترض ان انا اسيبه يهدى خالص، يعني في البيت بقى هروح سايباه يهدى ويبرد، وبعد كده ابتدي احط الحليب البودر وايه الم العجينه بتاعتي. بس انا مضطره بقى دلوقتي عشان خلصنا خلاص احط الحليب البودر ونخلط بقى كويس جدا. طبعا لما بيكون بارد هتعجنيه يبقى عامل معاكي زي العجينه، تحفه، الله على الريحه رهيبه. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، تحفه. حط لها بقى شويه من السوداني المجروش، ولازم يكون متحمص عشان طبعا الطعم. لا احنا كده 10 على 10. طبعا هي بتبقى دلوقتي عشان سخنة فهي ايه طرية شوية، مجرد ان هي تبتدي تبرد وتبرد اكتر 2 3 ساعات تلاقيها مسكت وبقت جميلة جدا. مش قادرة اقول لكم بقى طعمها بجد، يعني قبل ما اجي اعملها والله اعملها بالليل الساعة 12 عشان المقادير تبقى مظبوطة والنتيجة تبقى حلوة. فعملتها وعجبت الولاد جدا جدا. تعالوا بينا بقى نعمل ايه، اي قالب بقى. لا انا هعملها هنا في القالب ده، ولو عندك قوالب سيليكون اللي هي الصغيره اللي هي بيبقى فين موجود زي كده مثلا، ممكن نحط فيها النوجه، بس هنرشها الاول بالنشا ونحط نسكن فيها النوجه، وبعد كده نبقى نقطعها زي ما احنا عاملين. بس انا هعملها في القالب ده، هجيب النشا، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه نشا كده بسيطه في الارضيه
وناخد بقى من الخليط. هو طبعا لسه سخن زي ما قلنا احنا في البيت، بنسيب الخليط اللي هو الشربات او العسل اللي احنا حاطين عليه النشا يهدى، وبعدين انزل عليه اللبن البودر. بس انا طبعا عشان مستعجله خلاص هنختم، فحبيت ان انا احط كله قدامكم. الخليط معاكي هيبقى اتقل من كده، ليه؟ علشان العسل هيكون بارد فهيبقى اتقل من كده. تمام، بنفرد بقى في صينيه تكون مرشوشه بالنشا زي ما احنا عاملين كده. بسم الله، رشه بسيطه خالص عشان ابدا افرد. شايفين؟ تحفة جدا جدا. اعمليها بقى كلها بسمك واحد عشان لما تيجي تقطعيها تبقى كلها بنفس الارتفاع. هيل، ايه دي النوجة. هتسيبيها تبرد تمام، وتروحي مقطعاها وهتبقى معاكي نوجة بجد بجد تحفة جدا اهي. عايزين نشوف مع بعض كده مربة جوزة الهند. اه طبعا الحلقه مليانه، فاحنا قطعناها في الفاصل زي ما انتم شايفين كده. عايزه اوريها لكم جمده اللي احنا عاملينها على الهوا، هي دي. بصوا بصوا، قد ايه جامده. خلاص جمده اهي بقت متماسكه تمام. هي بتبقى الى حد ما مقرمشه لما بتقطميها كده، تبتدي بقى تدوب في البق خالص، تحفه. وادي معانا الملبن الحبل بعد ما بيبرد تماما، شايفين؟ تحفة. لو تلاحظوا هنا معايا بصوا، بدأ يعني طبعا الملبن زمان شفتوه فاكرين كان ملزق خالص، بدأ ما يلزقش معانا خالص اهو، يعني مسافة، وبصراحة مستوي كويس فما بيسيلش كتير، 10 على 10. وادي الملبن اللي احنا عملناه في الصينية، تحفة جدا. ده اللي احنا عملناه وبدا يبرد، بصوا بدا يجمد اهو، شايفين ايديا ما بتغرسش فيه زي الفل، مع انه لسه معمول قدامكم دلوقتي ما اخدش نص ساعه تمام. عملنا كمان النوجه، بصوا كده. ما تسيبيش العسل بتاعها ياخد لون خالص، قبل ما يبتدي ياخد اللون الذهبي على طول بنحط النشا ونقلب ونسيبها دقيقتين ثلاثه على النار مع التقليب المستمر، وبعد كده نسيبه يبرد خالص الخليط ونحط الحليب البودر. تطلع معاكم شايفين فاتحه خالص اهي، وجميله جدا وقوامها ممتاز. هتبرد دلوقتي ونقطعها على طول. الشكلمه كمان طلعناها من الفرن، بصوا كده تحفه، بصوا في منتهى الجمال تمام. محشيه باللوز وهايله جدا كده. احنا عملنا ايه النهارده؟ عملنا الشكلمه، عملنا الملبن، عملنا منه الملبن الحبل والملبن الكيوبس المتقطع مربعات، عملنا النوجه وعملنا مربى جوزة الهند. كده احنا خلصنا خلاص حلويات العيد. كل سنه وانتم طيبين. ايه دي؟ او حلويات مولد النبي، ما هو عيد برضو. زي الفل. يا رب تكون حلقتنا النهاردة نالت اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش بقى التطبيقات والتعليقات اللي دايما بتسعدنا على بيدج البرنامج العزومة مع فاطمة بوحياتي، والبيدج بتاعتي فاطمة بوحياتي بالعربي وبالانجليزي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.